السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ونحاول ان شاء الله نعطيو واحد الوصفة كما قلنا وصفة خليجية. هذه الوصفة هذه كتكون في المستحضرات التجميل ديال الشعر اللي باهظ الثمن، وان شاء الله غادي تكون واحد اللمسة ديال خوكم عماد اللي غادي نحاولوا ان شاء الله تكون واحد الوصفة. انا حاولت باش تكون غادي تعالج لينا تقريبا واحد 90% ديال المشاكل ديال الشعر، بينهم تساقط الشعر، الشعر اللي كيكون عكزان ما كينوضش دغيا كما كنقولوا، كذلك فروه الراس اللي كيكونوا فيها مشاكل ديال الحساسيه او مشاكل ديال الفطريات، وخاصه المشاكل ديال القشره. اذا هنا كنلقاو ان هذا الماسك غادي يكون ان شاء الله شامل، وهذا الماسك اللي من بعد ما غادي نديروه، وخاصه بعد انا كنقول بعد الاستعمال الخامس ديالو، يعني اربعه ديال المرات الاستعمال الخامس غادي تولي تبان النتيجه ان شاء الله. إذن الشعر شنو هما الأمور اللي غادي نوجدوا لهاد الماسك؟ نعم، فهاد الماسك هذا غادي يكون كيتكون من 12 مكون. إذن اش غناخذوا فيه؟ غادي ناخذوا فيه زيت الزيتون، غادي ناخذوا فيه زيت عود الصندل. الصندل؟ نعم الصندل اللي هو نعم. إذن العود اللي كنستعملوه، العود ديال راه كيتستعمل في يعني باش كيعطي واحد الرائحه اللي زوينه في البيت وفي هذه، فهنا كيكون واحد الزيت ديالو، الزيت وخاصه ديال عود الصندل اللي كتكون شويه الثمن ديالو رخيص وكتكون في المشابات. واش هذه نيت ماده كيتستعمل في الخليج؟ نعم بالفعل، لان وعود الصندل راه من المواد الاساسيه اللي كيستعملوها هما. كيفاش كنقولوا له بالدارجه؟ نفس السميه الصندل؟ نعم العود، زيت ديال العود ديال الصندل. وبالفرنسيه؟ لو صندل. لو صندل واخا. واصلا هو الاصل ديالو كيجي من الهند، يعني كيجيبوه وكيستعملوه، هما في الغالب كيستعملوه في يعني في باش كيعطي ديك الرائحه زوينه في البيوت كبخور طبيعي، وكذلك ان الزيت ديالو كتستعمل في الجمال، هذا هو الميزه ديالو، هذا هو السر. حيت بزاف الناس كيعرفوا العود راه هو كنستعملوه غير باش كنعطي واحد الريحه زوينه وباش كنستعملوه في البخور، ولكن راه فيه فوائد كبيره للجميل وخاصه للشعر. اذا كناخذوا زيت زيتون قلنا، زيت عود الصندل، زيت الورد، واحد المكون اللي كيتسمى الاملج، راه ولا دابا كاين تبارك الله في الدار البيضاء وفي يعني في انحاء المغرب كامل كيتباع في المشابات، وهذا الاملج راه منه كتصايب واحد الزيت خضراء، إذن لا داعي لذكر الأسماء، وهو الزيت هذا راه معروف ومشهور. إذن الأملج اللي هو عبارة على واحد الفاكهة ديال واحد الشجرة. نعم. زيت الحبة السوداء ماشي الشانوج، الحبة السوداء وهضرنا عليها الأسبوع اللي فات. نعم الحبة السوداء، زيت الحبة السوداء والحبة السوداء. وبالفرنسية زيت الحبة السوداء؟ الويل دو نيغال. الزعفران الحر، العنبر، يا سائل يا العنبر اللي غيكون قاصح، وتحية للمناطق الصحراء المغربية اللي فيهم من أجود الأنواع ديال العنبر، المسك الطبيعي، زيت الجوجوبا، زيت الزنبوع أو الرنج، زيت الذره، ويل دو مايس. اذا غادي نعاود المكونات وبالمقادير ديالها. دكتور عماد، انا كنلاحظ على انه طبعا هذه الوصفه اللي كتقدم لنا اليوم هي وصفه اللي شويه مكلفه مقارنه بالوصفات البسيطه اللي كتقدم لمستمعاتنا، ولكن كنقول على انه مادام كتقدمها لنا الا وانها غادي تكون فيها واحد الفائده اكيده يعني. نعم. مضمونه، يعني السيدات ملي غيديروا هذا الخليط بهذه الزيوت كاملين وهذه المواد كامله غتعطيهم مفعول اكيد. بالفعل اختي سناء، وهنا حتى في المكونات راه هي مكلفه في الا خدينا واحد الكميه كبيره، ولكن حتى غادي يلاحظوا في المكونات اللي غاليه غادي نعطي قليل غنستعملوهم قلال. وعلاش قلت غندير ديك اللمسه ديالي؟ لان اصلا دوك بلا هاد المكونات اللي غنزيد انا هذيك الوصفه غتكون باهظه الثمن. علاش؟ لان هاد الزيوت غتكون غاليه، ولكن حنا غادي نحاولوا نلقاو مكونات في مواد طبيعيه اللي عندنا حنا مغربيه ديالنا،
وتقريبا كي 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 فيهم كما كنقولوا مكونات كيشبهوا المكونات اللي كاينين في دوك المواد الاخرى. وحنا فعلا كنعرفوا على انه اليوم كاين محلات خليجيه متخصصه في كل ما هو عود وعطور. نعم. وكذلك زيوت جمال الشعر عندها منتجات زوينه ولكن مكلفه وكتبقى كميه صغيره قليلة. ولكن الثمن شويه مرتفع. نعم. ربما ماشي في المتناول ديال الجميع. فاحنا اليوم لالا اذا غادي نخليوك في دارك تصوبي واحد الخلطه سحريه رائعه مفعولها مضمون لجمال الشعر ديالك. ونعاودو نذكروا اذا 12 الماده غنبدا انا معاك. نعم. من اخر المواد قلنا. نعم. زيت الذره، زيت ديال الذره. نعم. زيت الزنبور او الرنج. نعم. زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا. المسك الطبيعي. المسك ممكن يكون عباره على بودره ولا خصو يكون حبه ولا شنو؟ المسك يا اما ديك الحجره ديال المسك كندقوها واحد شويه ولا البودره ديال المسك. واخا ها هي اربعه. والا ما لقيناش الى الاخوات يعني استعصى عليهم هذا الامر ياخذوا الزيت ديال المسك. واخا هي راه هي كاينه. العنبر يا اما سائل يا اما قاصح. الزعفران الحر. الحبه السوداء. زيت الحبه السوداء. لا واش الحبه زيت الحبه السوداء؟ جوج الحبه السوداء وزيت الحبه السوداء جوج. نعم. الحبه السوداء كمكون اللي غيكون قاصح هذيك الزريعه ديال الحبه السوداء مطحونه وزيت الحبه السوداء. قلنا الاملج راه هو دابا ولا كيتباع وهذا الاملج هذا راه هو عباره على فواكه ديال واحد الشجره اسيويه ودابا الحمد لله راه عندنا هذا كيتباع دابا في المعشابات. وكيف داير في الشكل ديالو؟ هو داير بحال شكل الكوزه كيشبه الكوزه الا كان ناشف وإلا كان إلا كان خضر في الطبيعة ديالو الخضرة داير بحال كما كنقولوا بحال ذاك السفرج الصغيور اللي كيديروا به الطاجين. إذا السيدة شنو غتشري منه؟ حبة. حبة. الأملاج حبة. نعم. أنا من بعد غنعطي المكونات ديال الماسك. زيت الورد 10. زيت عود الصندل. وزيت الزيتون. هي 12. نعم. تبارك الله. هذو هما المواد. والغريب في الأمر واللي زوينة أختي سناء أن إن شاء الله حتى هذا الماسك هذا ملي كيدار واحد الرائحة كتولي ما شاء الله في الشعر وهذا كيصلح بالأخص هما في هذه الخلطة هذه كيخلطوها كيديروها للعروس إذا كتعطي واحد الرائحة ما شاء الله وخاصة هما كيوليو كيخدموا بها تقريبا واحد 20 يوم ولا 25 يوم هما كيخدموا بهذا الزيوت. هاد الزيوت دابا ملي غتخلطها السيدة شحال مرة غتولي كدير هاد الماسك على شعرها؟ هاد المرة يمكن ديرها جوج مرات في الأسبوع. كافية. وإلا جات أن المكونات اللي صايبتها وجا غالي على الأقل دير لي أنا هاد الماسك ديرو غير مرة في السيمانة. المدة ديال شحال؟ المدة ثلاث شهور حتى أربع شهور ماشي مشكل كل ما بقات عندها هاد التركيبة هذه تستعملها حيت هي أصلا حنا درنا مواد اللي غتكون مركزة ومواد اللي خدات الا خدات غير شويه في يديها ودهناتها في الفروه ديال الراس ماشي خصها تاخذ واحد مثلا جوج معالق كبار راه غير واحد شويه الا درتو في يديها ودهناتو على الجلده ديال شعرها وشعرها فهو كافي باش يعطيها الفائده. منين السيده غتشقق به شعرها؟ هذا اذا لالا كيصلاح ماسك ماشي سيروم اللي غتستعملي كل يوم بالعكس هذا ماسك مغذي بالعمق ديال الشعر ديالك. منين غديروا جوج المرات في الاسبوع شحال خصها تخلي ساعه؟ غادي تخلي ساعة. ساعة كافية. أقصى حد ساعة قبل ما تغسل شعرها من ساعة إلا ربع حتى ساعة. نعم. هذا ليش كيصلح دكتور عماد؟ هذا كما قلنا غادي يصلح لمشاكل الشعر شنو هما؟ قلنا تساقط الشعر، نمو الشعر، مشاكل ديال فروة الرأس اللي كيكونوا فيها المشاكل الحساسية وكذلك الفطريات ديال الفروة ديال الرأس والقشرة. واش هذا الماسك يصلح للبنيات الصغار اللي دائما امهاتهم كيسولونا البنيات الصغار شعرهم كيخوا كيطيح واش يصلح؟ من الاحسن نستعملوا البنيات من 9 سنين الفوق. واخ. نعم لان فيه بعض المواد اللي غتكون شويه صعيبه على الفروه الراس باقه صغيره ديال البنيتات. اذا نشوفوا معك الطريقه ديال تحضير. نعم. هذا الماسك وكيفاش نحافظوا عليه باش تبقى لالا دائما كتستفدي من المنافع ديالو. نعم اذا دابا غادي نعطيو المقادير. زيت الزيتون غناخذوا منه 5 ديال المعالق كبار. زيت عود الصندل نص معلقة صغيرة. زيت الورد جوج معلقة كبار. الأملج مطحون كناخدو غير معلقة صغيرة. زيت الحبة السوداء جوج معلقة كبار. الحبة السوداء مطحونة معلقة كبيرة. الزعفران الحر ثلاثة ديال الشعيرات ديال الزعفران. العنبر غادي ناخذو أربع معالق صغيرة يا إما ديال السائل ديال العنبر أو ديال مسحوق العنبر اللي توفر عندنا. المسك الطبيعي
وكنعرفوا ان الثمن غالي بزاف، غناخذوا قريصه صغيره، اي قريصه بحال شكل قريصه ديال الملح، اذا قريصه صغيره ديال المسك الطبيعي. زيت الجوجوبا كناخذوا منها جوج معالق كبار، زيت الزنبوع وزيت الذره معلقه كبيره من كل زيت. اذا هاد المكونات كلهم غادي يتخلطوا، ومن الاحسن اختي انك تخلطيهم ليا في واحد الوعاء اللي يكون ديال الدجاج، ما يكونش ديال الحديد، ديال لينوكس مثلا ولا ديال ميكا دجاج. غتخلطيهم مزيان حتى يتخلطوا، وغديريهم يسخنوا في حمام مريم. غير هنا غادي تبقاي كتخلطي بواحد المده ديال 5 ديال الدقائق، وانت كتخلطي هو وهذا الخليط هذا كيسخن، وانت كتخلطي 5 ديال الدقائق. من بعد تخليه 5 ديال الدقائق اخرى، هي 10 ديال الدقائق. ومن بعد هذا الخليط غادي تخليه مده ديال 4 ايام، اذا حتى يطلق هاد المكونات تطلق في بعضياتها مزيان، وكتصفيه بواحد الزيف ديال حياتي او الفاصمه الطايبه اللي كتكون في الصيدليات، في واحد القرعه او مثلا في واحد الوعاء اللي غادي يكون ما كيدخلش الضوء، اللي غيكون مثلا قهوي ولا زرق، المهم ما يكونش كيدخل اشعه الشمس. وبالتالي غادي تكون عندك الوصفه السحريه لمشاكل الشعر على الطريقه الخليجيه. واخا، اذا من بعد ما خدينا المقادير والطريقه، احسن طريقه للحفاظ على الزيوت ولا هذا الماسك؟ نعم، اذا احسن طريقه اننا غادي نديروهم في واحد البلاصه اللي تكون على السخونيه بزاف. اذا ما نديروش في الحمام، لان كاين بعض الاخوات اللي كيحطوا الزيوت في الحمام، فالحمام مع داك البخار ومع كما كنقولوا داك الرطوبه اللي كتكون كتاثر لنا شويه على الزيوت. وكذلك داك الزيت ملي نبغيو نستعملوا ولا اي زيت، ناخذوا الزيت ونحاولوا هذاك الزيت ما يتقاش بالماء، لان داك الشيء اللي ديك القرعه ما يكونش فيها الماء داخل، ونحافظوا عليه في اي بلاصه اللي غادي نشوفوها ما فيهاش كما قلنا الرطوبه وما يكونش فيها حتى اشعه الشمس كتدخل. شحال مده الصلاحيه؟ يمكن له يبقى حتى 3 شهور، ماشي مشكل، لان ماشي عام ماشي عامين. 3 شهور، 3 شهور، لاننا غادي نحلوه، حيت غادي نحلوه وغادي نستعملوه. اصلا السيدات ملي غادي يستعملوه راه غتتقاد بالفعل، لان غادي تبغي تعاود تستعملوه، لان النتيجه كما قلنا غتبان في الاستعمال الخامس، ولكن غير يعني جوج مرات ديال الاستعمال غادي يبقى يبان الفرق ان شاء الله. ان شاء الله. وكنأكدوا على انه المواد الطبيعيه والزيوت الطبيعيه راه حتى هي عندها مده ديال الصلاحيه.